بداية السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في بلدكم الثاني أبوظبي دولة الإمارات العربية، وأهلا بكم في بيتكم الذي اعتدنا أن نستقبل فيه إخوانكم الذين حظينا بشرف لقائهم في مناسبات ذكرى لقاءات جائزة ابن بطوطة. وكم يسعدني وأنا أرى هذا الحلم الذي بدأ في مطلع 2000 يكبر ويصبح بكم كسحابة تكبر وتمطر، ويستفيد منها المستفيدون في شتى أقاع الأرض. الكتاب متى ما صدر فهو خالد وسيبقى، وكنت دائما وأنا أحمل كتاب ابن بطوطة أقول أن هذا السفر عاش 700 سنة وسيعيش 700 سنة أخرى. فكل كتاب صدر كتاب سيبقى إلى عقود وقرون قادمة. فما زال هذا الحلم موجود، ولكن بدأت تتغير أشكاله، بمعنى أن بدأنا قبل عصر الإنترنت وواكبنا الإنترنت، ثم عصر وسائل التواصل الاجتماعي، والآن نحن مشرفين على الذكاء الاصطناعي، ونخطط لهذا الحلم الذي بدأناه في أن يساير المرحلة القادمة. وشرعنا في رحلات حقيقية صورناها بالأفلام، لإيماننا أيضا بأن الصورة لها دور، كما للكلمة دور وللتسجيل الصوتي دور. وفي السنين المقبلة لا نعرف كيف يكون شكل الكون، ولكن بلا شك أنه سيكون أكثر دهشة. ونحن بكم سنجتاز هذه المرحلة، ونحن نشعر بأننا أصبحنا أكثر ترابط وأكثر قوة، وأسسنا وما زلنا نؤسس ونبني، وهذا البناء يكبر ويشتد صرحه. فأنا أشعر فعلا في هذا المشروع إن عائلتي تكبر وأهلي يكبرون ويزدادون، وتنضم عقول إلى عقول، وبالتالي أشعر بأن هذا اللقاء ليس لقاء عابر، وإنما لقاء مستمر. وأتمنى إن شاء الله أن نراكم في مشاريع مقبلة ونستطيع معا أن نغني التجربة أكثر فأكثر. أهنئ الفائزين وأشكر المستشارين والمحكمين، وأدعو الأخ نوري لإلقاء كلمته ولتقديم الفائزين. شكرا جميعا. ترحيب جميع الواقفين وراء مشروع ارتياد الآفاق. هذا العام كثير عام مميز في تجربتنا بالجائزة وتجربتنا بالمركز العربي للأدب الجغرافي اللي تأسس سنة
شغال الصوت عنده؟ شغال عنده بس مش عندكم. بقول أنه هذا المشروع صار عمره الآن 24 سنة ونحن مقبلين العام القادم على اليوبيل الفضي لمشروع ارتياد الآفاق. وهذا المشروع هناك أيادي بيضاء كثيرة على هذا المشروع وأيادي ساهمت في تأسيسه وبنائه ودفعه وجعله حقيقة الآن مزدهرة حقيقة. مشروع ارتياد الآفاق بنى جسر حقيقي بين المشرق والمغرب وجسر مكين، جسر تواصل عبر أدب التواصل، وما في أحسن من هيك إنه تبني جسر من هالنوع. يعني الرواية عن المغرب إذا قرأت في المشرق فهي تعكس صورة ما، ولكن أن يكون أدب الرحلة هو الجسر فنحن أمام جسر مكين جدا في مسألة التواصل. وما كان بالإمكان إنه نستكشف العين العربية التي رأت العالم والغرب وأوروبا بصورة كمان خاصة لولا هذا الجسر، لأن الكثير من الأعمال المؤسسة الحقيقة في أدب الرحلة كانت موجودة في المغرب ونجهلها في المشرق. المشارقة عرفوا ابن بطوطة، طبعا هو مغربي ولكن يعتبرونه رحالة العرب والمسلمين. إنما العلاقة بين مشروعنا اللي رعاها الأستاذ محمد مع المغرب يعني كانت فعلا علاقة خلاقة إلى درجة بعيدة. كان الكلام عن أنه نحن مشرق ومغرب نحن واحد كلام إنشائي وإيديولوجي ولا يعبر عنه بالأفعال. هذا المشروع ترجم هذا المسعى وهذا النزوع وهذا التفكير بأنه نحن والمغرب لا نستطيع أن نكون واحد مكتملين من دون أن نلتقي. المركزية المشرقية أو المشارقية أيضا بحاملها المصري استبعدت إلى زمن طويل أدب الرحلة المغربي. مشروع ارتياد الآفاق نفض الغبار عن الأعمال العظيمة في المشرق واستكشف ما أنجز في المغرب وهو كثير، أكان رحلات أندلسية أو رحلات مغربية في اتجاه المشرق العربي أو في اتجاه أوروبا، وهم فعلا لهم الريادة والسبق في الرحلة إلى أوروبا كما كانت لهم الريادة أيضا في الرحلة إلى الحجاز. الأستاذ محمد دائما كان يقول لي عندما نشتغل في هذا المشروع نريد رحلات الحج أن تكون جزء أساسي من هذا المشروع، وهو في ذهنه في عندما يقول ذلك الذخيرة المغربية. أنتم الأساتذة المحكمين القادمين من المغرب تعرفون هذه الحق، كل بيت فيه رحلة لم مدونت ولم تطبع، لم تحقق ولم تطبع. كل بيت طبعا من بيت عالم أو صوفي أو مثقف أو إداري أحيانا، كثيرة جدا رحلة الحج. ونحن فعلا عملنا مشروعنا والآن بحب يعني يعلن عنه من هذا أحسن ما نعمل شيء بالآخر نعمله بالأول، السلسلة العالمية لرحلات الحج يدخل فيها أيضا النص الفارسي والنص التركي والبوسنة والهرسك وحتى الأجانب اللي أسلموا بالقرن التاسع عشر وشدوا الرحال إلى كمثقفين غربيين أو أوروبيين نحو ديار المقدسة. طبعاً إحنا عندما نتحدث عن رحلة حجازية نتحدث عن رحلة معرفية كبرى، ليست يعني الطريق فيها أهم من الهدف النهائي، الطريق لأنه الرحالة يتوقف في مصر غالباً في الإسكندرية وفي القاهرة ومن ثم يعبر وأحياناً يأتي إلى الشام ومن الشام إلى أن يصل إلى مكة المدينة. لا أريد أن أستطرد ولكن تحدث عن هذا العام كانت الحصيلة رائعة الحقيقة كما العام الماضي وكما في الأعمال، ودائما كان هناك حصة للمغاربة أكبر من الآخرين وهذا مدعاة فخر لأنه وسعادة لأنه هذا النص عربي في النهاية لنصوصنا هذه. هذا العام طبعا في عندنا فائزتان في الجائزة
أريد أن أبدأ بالحديث عن إحداهن يعني سريعا، التي حققت مسلية الغريب في كل أمر عجيب، وهي رحلة نادرة طبعا، رحلة إلى البرازيل. وهذه الرحلة اللي مرتبطة أيضا بجانب روحي، ولكن رحلة من إسطنبول لعراقي دمشقي مثل أخونا منذر في القسطنطينية، ومن ثم إلى البرازيل، ويجلس ثلاث سنوات ويدون هذا النص. النص رائع فعلا، وخطه جميل جدا بالمناسبة. وأنا كنت حتى الاتصال مع السيدة اللي حققت الكتاب، كنت أجهل أن هذا الرجل له رحلة أخرى في الهند، وله ديوان شعر وديوان كبير يعني. وبالتالي هي تشتغل على هذا، أنجزنا الدراسة، دراسة كبيرة لم تصدر للأسف، ما يعني هي بالمطبعة الآن، ولكن أخذت الجائزة، ولكن جاءت الرحلة، وأيضا سنستدرك أيضا ديوان الشعر لهذا الرحالة. فإذا الإشارات التي أريد أن أوصلها أنه نحن في الأعوام القادمة سلسلة رحلات الحج سيكون لها اهتمام كبير من جانبنا، وندعو المحققين والمحكمين والمشرفين على الأطروحات أيضا والأطاريح أنه أيضا يستدركوا الدراسات في رحلات الحج في هذا الموضوع، من أجل أنه تكون جزء من مشروعنا. ونحن هذه الحقيقة وضعناها تحت مهدات إلى روح الشيخ زايد، سلسلة رحلات الحج، فهذا التنويه ربما يكون ضروري. بالنسبة إلى ندواتنا، نحن ندواتنا كانت أوسع كما تعرفون، لم تكن تقتصر على جائزة البطولة. نحن عقدنا 7 أو 8 ندوات كبرى، إحداها في الدوحة، وفي في الجزائر 2، في الخرطوم، في المغرب 4 مرات، في أبوظبي، في السودان، يعني كانت واسعة جدا، واستقطبت علماء كثير، وأنجزت الحقيقة أنها نبهت إلى أهمية التحقيق والعمل والبحث في هذا الحقل. ثم جاءت الجائزة لتتحول إلى هي المركز الرئيسي لاستقطاب الأعمال والتحريض على الأعمال في الوقت نفسه، ومن ثم حصاد النتائج، ثم نجلس معا كما نجلس الآن كل مرة كل عام. لكن نحن الحقيقة هذا الاحتفال وراءه أعمال يومية، إلى أن يعني عندما نلتقي هذا العام، عندما ينفض هذا المجلس، سنبدأ في العمل من أجل المجلس القادم في العام القادم، والعمل طوال هذه السنة يكون بالتواصل اليومي أستاذ محمد معي مع الآخرين، مع الذين يعملون، مع الكتاب، يعني نحن ورشة دائمة العمل حقيقة. وأريد أن أنبه هنا إلى مسألة، نحن في جانب الإلكتروني هناك شغل على ربط كل الحاضرين بإنجازاتهم يعني بارتياد الآفاق بالموقع، بأعمالهم وبنبذات عنهم، وبتواصل معهم بصورة يستطيعون أن يقدموا من خلالها اقتراحات، وينبهون إلى بعض المسائل التي يمكن أن تفيد هذا المشروع. فبتمنى أنه ينترك عناوين الإيميلات الإلكترونية وكذا إلى آخر عناوين، والتواصل معنا بشكل يعني يمكننا أن ننجز معا هذه المسألة، مسألة أن يكون لكل منكم صفحة في ارتياد الآفاق، يعني صفحة بمعنى أنه باب. بدي أبدأ الآن، أنا ما مطول كثير في الحديث عن المشروع، أنه المشروع صار معروف وأدبياته منتشرة على الإنترنت. نحن شوي تلكأنا في موضوع الموقع الإلكتروني، لأنه كنا دائما نقفز إلى العمل ونؤجل هذا الجانب. إن شاء الله سيكون موقعنا الإلكتروني في ارتياد الآفاق موقع، والجائزة كثير حيوي وكثير متحرك في الأشهر القادمة. الأستاذة، نبدأ من السيدات طبعا، أحمدية إبراهيم النعسان، تفضل يا أعطينا فكرة يعني عن عملك يعني هذا، وعن يعني نص لي عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي دمشقي، ما كنت أعرف هو ابن عبد الله، كنت أعرف فقط عبد الرحمن البغدادي. فشعرت
في لحظة أنني قرأته بسرعة وأنني كنت سعيدة جداً بهذه القراءة، لأنني شعرت أنني أنا من هذا المكان، أن أجدادي قبل 140 سنة كانوا موجودين هنا، فلذلك قرأته فيعني أغرمت بهذا النص وشعرت بأن هناك صدق في العاطفة، شعرت بأن هناك يعني شفافية في الطرح. لم أشعر أن الكاتب متحيز أو يعني منزعج من العالم الذي عاش فيه البرازيل. هي كانت رحلة غير مخطط لها كما يدعي صاحبها، هو كان المفروض أن يذهب مع الأسطول العثماني إلى البصرة، وهو مهمته وظيفته هو إمام في الأسطول، هذه وظيفته ويجب أن يلتحق بعمله في البصرة. عندما غادرت السفينتان الإسطنبول وفي الطريق هناك عواصف وأنواء وتحطم للسفينة وبعد ذلك إصلاح السفينة 6 أشهر وكل هذا، يعني هناك أهوال ومخاطر يعيشها في البحر، وأيضا بالصدفة يصلون إلى البرازيل. فأنا في البداية قلت غير معقول، كيف هذا يعني 180 درجة من البصرة إلى البرازيل، ما القصة؟ يعني هو يعني يلعب برأسنا حلاوة، ماذا فعل؟ فلذلك قلت يجب أن أحقق وأبحث في موضوع هذه الرحلة، لماذا ذهب؟ هل فعلا هو يعني بالصدفة وصل إلى البرازيل؟ أكيد ربما هو يعني يخفي شيء، يعني هناك لعبة الأسرار والظاهر والباطن وهكذا. فبدأت أبحث في هذه الرحلة. الرحلة تتناول 3 أقسام. القسم الأول هو قسم يتعلق بمهمته الدينية التعليمية، هكذا من غامض علمه. عندما وصل إلى البرازيل جاءه أشخاص وهم يقولون أي مسلم، يعني ماذا يعني أي مسلم؟ فهو كان يرتدي ملابس الإمام، فقال أكيد يستهزئون ويسخرون مني، أنا مسلم في وسط مسيحي جدا وهكذا، وأنا بالصدفة هنا ولم أحضر نفسي لهذا الظهور. فبعد ذلك يأتي مرة أخرى، وبعد ذلك يقولون نحن سنصلي معكم، فهو يشعر بالسعادة أنه سنصلي معكم، يعني ما هذا؟ فلذلك هم طلبوه أن يكون إماماً عندهم في البرازيل وليس في البصرة، وهو كان متردد لكن قال سأذهب بينما تصلح السفينة، هناك شهران بإصلاح السفينة أرى ما هو الوضع هناك. فذهب إلى هناك إلى جماعة المسلمين واتصل بهم، ثم رجع إلى السفينة وقرر مع قبطان السفينة أن يديروا مسرحية، أنه غضب من الموظفين الآخرين وأن الناس في السفينة طلبوا من الإدارة البرازيلية أن تبحث عن هذا المتمرد الذي لا يريد أن يبقى في السفينة، غضب من زملائه وهكذا وترك المكان، فوجدته السلطات البرازيلية. هناك طبعا روايات مختلفة، هناك المهندس فائق الذي كان هو مسؤول عن التقنيات العلمية والسفن وتدوير السفينة وهكذا، هو أيضا وضع كتابا سرديا عن رحلته إلى البرازيل و كيف رجعت السفينتان إلى بومباي وإلى أيضا مسقط، وكيف ما هي الأوضاع التي تمر بها السفينة. يبدو أن الأسطول العثماني كان في ذلك الوقت يعني يتسكع في الأماكن، يعني ليس الهدف أن يذهب هكذا إلى البصرة، الهدف أن يتسكع في كل الدنيا ويرى ما الوضع هنا ما الوضع هنا، ويسجلون تقارير عن هذا. فالنص غني جدا وجميل جدا، وعندما طبع ونشر في البداية يعني مقص الرقيب قصة كثير من الأشياء، مع أنه الكاتب هو إمام وشاعر وأيضا قاضي، الرقيب قصة كثير من الأشياء، ليس لأسباب يعني تتعلق بالإيديولوجيا أو هكذا، لكن لأسباب عملية. المقصود النص التركي، النص العثماني يعني تتعلق بالإدارة، أنه يجب أن يكون أن تكون المطبوعات هي مطبوعات تتعلق بأشياء علمية، تقارير إدارية مثلا، جرائد، كتب مدرسية،
وليس كتاب أدبي. فلذلك كل الأشياء الأدبية الجميلة التي أنا أحببتها كثيرا ما كانت موجودة في النص العثماني. وبعد ذلك الترجمة التركية بعد 120 سنة تقريبا سنة 87، ثم بعد ذلك الترجمة التركية التي بعدها، إلى أن جاء باولو فراح البرازيلي من أصل لبناني ونشر النص يعني الأساسي، وقام بدراسات حول يعني كان هناك مشاركة كبيرة من الباحثين البرازيليين حوله. شكرا. فلذلك اقترح علي أن نعيد تحقيق هذا، والدراسة كبيرة تقريبا 700 صفحة دراسة. نعم. وأيضا هناك ديوان شعر حول رحلته إلى الهند، لأنه هو رجع إلى، طبعا هو أيضا قام بالحج، يعني العودة من البرازيل كانت عودة طويلة جدا، يمر إلى إسبانيا، يمر إلى المغرب، وبعد ذلك يذهب إلى مصر، وبعد ذلك يذهب إلى مكة والمدينة ويحج، وبعد ذلك يرجع إلى دمشق. فأيضا العودة كانت طويلة جدا، يعني طريق العودة يكاد يوازي نصف مدة الإقامة. وبعد ذلك يعود إلى الهند، أيضا يقضي سنتين في الهند، ثم يعود إلى المدينة ويموت في المدينة المنورة. أولا سعدي أن أكون حاضرة بينكم اليوم الحديث عن عملي، يعني عمل الأكاديمي الأول حقيقة، ونعتز به جدا، وفاز بالجائزة. ومثل ما قالت الأستاذة أحمدية، هو أيضا كان مشروع أطروحة ماجستير قدمته في جامعة قطر. تحدث الكتاب أو الدراسة عفوا عن رحلتين، رحلة الوزير المغربي محمد بن عبد الوهاب النصاري المصري، وقعت رحلته في نهاية القرن 17، والرحلة الأخرى هي للرحالة التونسية علي بن سالم الغرداني الذي ذهب إلى أيضا إلى نفس المكان، إلى الأندلس أو إلى إسبانيا في الواقع، يعني بعد سقوط الأندلس في القرن 19. أنا في هذه الدراسة حقيقة أول ما شدني لها أن الرحلتين يندرجون ضمن الرحلات السفارية، أو المعنى الحالي هي الرحلات الدبلوماسية. كان يعني محمد بن عبد الوهاب الغساني كان وزير عند مولاي إسماعيل في ذلك الوقت، وكانت هناك صراعات سياسية يعني تحدث بين إسبانيا وبين المغرب، وكانت الهدف أو الغاية الأساسية من هذا الوفد أن يكون هناك وفد يخرج من المغرب إلى إسبانيا. أولاً الغاية الأولى أنهم يستردون الأشياء، فرصة لحد ينضج كمان. نعم مولاي زيدان، نعم يعني يعتقدون أنها يعني سرقت بفعل القراصنة فعلاً، ووزعت في مكتبات مختلفة في إسبانيا. والأمر الآخر هو يعني افتكاك أسير، يعني الرحلة اسمها رحلة الوزير في افتكاك الأسير، يعني الغاية الأساسية منها على الرغم من أن حقيقة في مختلف النسخ التي حققت من هذه الرحلة التي في النهاية لم نعرف إذا كان مجموعة الأسرى يعني رجعوا مع هذا الوفد الدبلوماسي أم لا. يبدو أن يحتاج إلى دراسة أخرى حتى نعرف مآل هذه أو غايات حققت من هذه الرحلة أم لا. أدرس في يعني هاتين الرحلتين حقيقة يعني فيهم الكثير مما يدرس أو يكشف عن. فالكشف اللي أنا حاولت أن أطروحتي كانت في هذه الدراسة أن أكشف أولاً عن أن الرحلة السفارية هي رحلة بحق تستحق أن تدرس، خصوصاً بأن يعني إذا تحدثنا عن الخليج العربي كما قال الآن الأستاذ نوري الجراح، في قلة يعني من يدرسون أدب الرحلة. لا أعرف ما السبب، قد يكون أن الجامعات تغفل أصلاً عن يعني وضع مقرر خاص، أو يعني يدرسون بكثافة الرحلات على الرغم من أن المكتبة العربية ثرية بأدب الرحلات للأسف. وهذا الخلل إن شاء الله يعني في السنوات القادمة بفضلكم جميعاً أن تكون الجامعات في الخليج العربي إن شاء الله يكون لها يعني تحظى بهذا الكنز العظيم وهو أدب الرحلة. كما أخبرت حضراتكم أيضا أدرس في هاتين الرحلتين، أولا أن يعني الأندلس بوصفها فضاء استشكال ثقافي بالنسبة للرحالة المسلم، لا سيما نتحدث أن يعني المرجعية الثقافية والدينية والفكرية للرحالتين يعني كانت دينية. وهم لا يتحدثون في هذه الرحلة بوجهة نظري أنهم لا يتحدثون فقط عن المغربي بوصفه مغربي أو التونسي بوصفه تونسي، بالعكس هم يتحدثون عن الألة الجمعية للعربي والمسلم آنذاك. توقفوا كثيراً عن المعالم الأندلسية، كانت هناك نظرة واستكشاف واستنطاق للآخر كيف ينظر للعربي، وحتى يعني
هناك إشارات كثيرة كيف كانوا ينظرون إلى أو كيف كانت نظرة خصوصا في رحلة الغساني، أن كيف كانت هناك كيف كان ينظر تنظر السلطة أو الحكومة الإسبانية إلى الحكومة المغربية آنذاك، وكيف هناك يعني أنا أرى هناك أن يعني كيف أقول أن هناك ندية في النظر، هناك نظرة أنهم أعلى منا مرتبة أو ما إلى ذلك. من جهة أخرى أيضا ننظر كيف كان ينظر الإسبان إلى الدولة العثمانية بوصف أن علي بن سالم الورداني هو كان موكل من وفد من خرج من إسطنبول. فهذه الإشارات أو هذه كنت أنا أتحراها وكنت أدرسها وأستنطقها في الرحلتين، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك. وأشكركم جميعا على يعني أولا اللجنة والمستشارين أستاذ نوري على رأسهم، وأنهم يعني وجدوا في هذا العمل ما إن شاء الله يعني يكون كما قال الأستاذ محمد أن يكون ثمرة ومجهود يتبقى إلى سنين إن شاء الله. شكرا لكم. الصيغة الأندلسيون الأواخر سمى المورسكيين بوتشار الأندلسيون الأواخر، فعلا هذا عمل يعني تأسيسي الحقيقة في أو في الأحرى التتويج لرحلة بحث قلقة حول المورسكيين أو حول الأندلسيين الأواخر اللي سميناهم يعني بشكل فعلا ظالم مورسكيين، لأنه عندما أسميناهم مورسكيين قلنا لهم عودوا إلى بلادكم، بلادكم ليست هي الأندلس الإسباني، وهم أندلسيون، هم إسبانيون أندلسيون أبا عن جد. فتفضل احكي لنا عن عندك عن عملك يعني تعمل إضاءة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أولا سعيد للحضور إلى هذا البلد البهي وإلى هذا المجلس الراقي. أشكر في البداية السادة الأساتذة ورجال فضلاء محمد أحمد سويدي، صديق العزيز شاعر نور الجراح، دون أن أنسى أستاذ ماهر الكيالي، وجود الخفاء الذين ساهموا وشرفوا واعتنوا بهذه الأعمال وبهذا الحفل العلمي الأدبي البهيج. أما بعد فأنا أنتمي إلى مدينة تقع شمال المغرب تطوان، زارها شكيب أرسلان أمير البيان وأمين الريحاني سماها المدينة البيضاء، تقع على بعد 40 كيلومتر من مدينة سرتا السليبة، وهي مدينة الشيخ إدريسي صاحب كتاب نزهة المشتاق اختراق الأفق، ولا بعد حوالي 60 كيلومتر مدينة طنجة البهية مدينة ابن بطوطة، ومنها أخذت الطائرة من مطار ابن بطوطة وأجدني محاصرا لهذه الجائزة. شكرا لكم جميعا على الدعوة وعلى هذا الاعتناء. صلتي بهذا الموضوع تعود إلى أكثر من 15 سنة حينما سلمني وأهداني المؤرخ الإسباني أنطونيو غوثمان كتابا لرحالة وأديب وطبيب وجغرافي ألماني اسمه إيرونيموس مونتزر بياخي على إسبانيا وإي برتغال، رحلة إلى إسبانيا والبرتغال سنة 1494، يعني سنتين بعد سقوط غرناطة. هذا الكتاب يعني أزعجني واستفزني وجعلني أتساءل لماذا هذا الاعتناء من قبل رجل ينتمي إلى الحركة الإنسية وحركة النهضة الأوروبية من ألمانيا بالأندلس. هناك حيثيات كثيرة يمكن أن نتيها بها في هذا المقام، وأقول هذا الرجل بالرغم من خلفيته المسيحية افتتن بالحضارة العربية الإسلامية بالأندلس، انبهر بالحضاقة والمهارة والإتقان لدى السائنة الأندلسية سنتين بعد سقوط غرناطة، وقارن بين هذه الجماعة المسلمة والجماعة المسيحية، فوجد أن المسيحيين يعيشون عيشة أقول يعني عيشة من الرفاه، في حين أن المسلمين يكدون ويجتهدون. ثانيا هذا الرجل استعمل كثيرا من المصطلحات التي تعكس تلك الصورة النمطية المسبقة عن الإسلام والمسلمين في العصر الوسيط، السرزانيين، المحمديين، الوثنيين، لما هناك مصطلحات لا تليق
موضوعيا بواقع الجماعة المسلمة، إنما هي تحكمها خلفية مسيحية وصية، لكنه في الوقت نفسه كان موضوعيا في توصيف وفي التعريف بهذه الجماعة المسلمة. بعد هذه المرحلة يعني بدأت أبحث عن نصوص أخرى، فوجدت رحلة لإيطالي زار إسبانيا سنة 1526 في مهمة دبلوماسية، وكرر الشيء نفسه، قارن بين المسلمين والمسيحيين، ودائما هناك التفوق الحضاري والتقني للجماعة المسلمة. فتكرست هذه الصورة وبدأت أتساءل لماذا هذا الاعتناء وهذا التقويم الإيجابي لصالح المسلمين رغم أنهم يصدرون عن خلفية مسيحية. فكان الجواب يعني يتأتى لي ويتركان مع الوقت. وجدت أن إسبانيا كانت لها عدة مشاكل مع الدول الأوروبية، ليس فقط مع المغرب والعالم الإسلامي. إذن بدأوا يقدمون صورة إيجابية عن المسلمين. المصطلح الذي تحدث عنه الأستاذ نوري، مصطلح الموريسكي، كلمة موريسكي يعني هي مشتقة من كلمة مورو الإسبانية، وربما تعود أصولها إلى اللاتينية وكيف ربما حتى الإغريقية، وهم في الأصل سكان شمال إفريقيا خاصة المغرب، وموريسكي هو الذي ينتسب إلى المسلم. في البداية استعمل خلال هذه الرحلات أن موريسكو أو موريسكا بالإسبانية من خلال هذه النصوص، يعني هو الذي ينتمي إلى المسلم. وفي البداية هذا المصطلح كان يطلق على المنتجات الثقافية والمادية، مثلا الرقصة الموريسكية أو مثلا نقول آلة موريسكية، ولكن بعد عملية التنصير القصري الذي قام بها الكاردينال خيمينيز دي سيسنيروس، إذن انتقل هذا المصطلح من التقنيات ومن المنتجات إلى الجماعة البشرية، وهو يعني النصراني الجديد من أصل مسلم. بعد ذلك توالت الرحلات الأوروبية، وهنا يعني ألمع إلى الرحالين البريطانيين والأرستقراطية البريطانية، كانت عندهم تقاليد تسمى يعني الطواف الأعظم أو الرحلات الكبرى جراند تور، يعني أن البريطاني أو النبيل ليكون نبيلا عليه أن يتكون يعني في البلدان الأوروبية قبل أن يعود إلى بلده، وأبرزهم هنري سويمبر وجوزيف تاونزن. هؤلاء تميزوا بطابع عقلاني دقيق جدا، ووصفوا ودققوا، بل أنهم ركزوا على المعطيات الإحصائية المتعلقة بعملية الطرد. يعني لو كنا نعرف أنه في عهد الملك فيليبي الثالث تعرض هؤلاء الأندلس الأواخر للطرد، فحملوا المسؤولية للإدارة السياسية الإسبانية، ربما أن نطلق عليها غبية جدا لأنها فرطت في جماعة بشرية مهمة وربما بمصطلح معاصر بموارد بشرية مؤهلة. وهكذا إسبانيا حسب التنصر عندما أرادت أن تكون مسيحية كاثوليكية صرفة بطردها للمسلمين وأن تتحقق أوروبا، وجدت نفسها في القرن 18 خارج السير الأوروبي، بحيث أن أوروبا انتقلت إلى الأنوار، إلى الاعتراف، إلى بداية حدث عن حقوق الإنسان، عن الحرية، عن العقل. أما في القرن 19 زار إسبانيا شاعر فرنسي معروف هو تيوفيل غوتييه، إضافة إلى فنان وأديب اسمه شارل دافيلي. هؤلاء وجدوا في إسبانيا الشرق القريب أو الشرق الداخلي، واعتنوا اعتناء كبيرا بهذا الموضوع. وأجدد شكري للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدوري أشكر الأستاذ محمد السويدي على هذه الدعوة الكريمة، وأشكره كذلك على المجهودات الجبارة في هذا الميدان اللي هو أعتبره ميدان مهم جدا، هو أدب الرحلة. كما أشكر اللجنة المنظمة الجائزة وعلى رأسهم الأستاذ نور الجراح وكل من عمل على هذا العمل من أجل يعني أن نصل إلى ما وصلنا إليه، شكرا جزيلا.
بالنسبة لهذا الكتاب، هو في الحقيقة بالنسبة لي التجربة الأولى في الكتاب، أول كتاب لي أصدره، وأنا يعني جد سعيد أنه نال هذه الجائزة، جائزة ابن بطوطة. وهو يتحدث أولا على تجربتي في الصين، وأنا أول طالب مغربي يدرس في الصين في يعني منذ سنة 1978، وهذه الفترة تعتبر من أهم الفترات التي عاشتها الصين في العصر الحديث، بحيث أنها تسمى يعني فترة الإصلاح والانفتاح، والتي كان بطلها هو الرئيس دين شياوبين. فحينما وصلت إلى الصين طبعا تختلف اختلافا جذريا عن الصين التي نعرفها اليوم، فهي حينما وصلت لا زال هناك أثر لما كان يسمى بالثورة الثقافية الصينية. فالكتاب يعني يحكي الظروف المعيشية والاجتماعية آنذاك للشعب الصيني، ثم كيفية يعني حينما وصل دين شياوبين إلى الحكم كيف بدأ يغير السياسة الصينية ويغير المجتمع الصيني عن طريق يعني مجموعة من الوسائل التي أسست في نهاية المطاف إلى ما تشهده الصين اليوم من تقدم جبار. فهذه الفترة يعني فعلا أنا يعني تحدثت عليها إلى جانب طبعا يومياتي خلال الدراسة في الصين، تحدثت على عدة جوانب سواء الفكرية والسياسية والاجتماعية التي كانت مهدت لما تعرفه الصين اليوم. فالكتاب ينقسم إلى فترة الدراسة، ثم العودة إلى المغرب، ثم بعد 12 سنة العودة مرة أخرى إلى الصين مع آنذاك الوزير الأول عبد الرحمن يوسفي الوزير المغربي، وكيف أنني وجدت الصين بعد 12 سنة. طبعا وجدت بأن الأرض أصبحت غير الأرض، والناس أصبحوا غير الناس، وتغير يعني بعد ذلك. وأنا رئيس جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية، بدأت أذهب يعني مرارا وتكرارا إلى الصين، وفي كل مرة يعني أرى تغيير جديد. فالكتاب يتحدث عن ميكانيزمات لهذا التغيير، اللي هو يعني أصبح منبثق من الجذور الصينية ومن الثقافة الصينية، وأصبح السبب هذا التحول كله نابع من أن الصينيين عادوا إلى أصولهم من جديد، ومن أصولهم انطلقوا. ثم في نهاية الكتاب يعني طبعا تكلمت عن التجربة كذلك في جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية كرئيس، وكذلك كعضو في مكتب رابطة جمعية الصداقة العربية الصينية، والتي هذا العمل التي أدى إلى فوزي بجائزة مهمة في الصين عن طريق الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو وسام من الأوسمة الكبار في جمهورية الصين الشعبية، وسميت جائزة المساهمة البارزة في الصداقة العربية الصينية. شكرا للجميع. بداية شكر موصول أيضا للأستاذ محمد السويدي على عنايته وكرمه، الأستاذ نوري الجراح شكر خاص، وشكر خاص أيضا للجنة التحكيم التي تقوم بتمحيص وتقييم الأعمال المتقدمة للجائزة. أولا هذا العمل الذي تقدمت به للجائزة هو أطروحة الدكتوراه في إطار مختبر السرديات بكلية بن مسيك جامعة حسن الثاني بمدينة الدارويلة، وهذا المختبر هو يشرف عليه أستاذ أصلا حصل على دكتوراه في أدب الرحلة، هو الأستاذ شعيب عليفو، وهو يشجع طلبته على الإقبال على دراسة النصوص تحقيقا ودراسة وترجمة وغيرها. ثم الأساس بالنسبة لي في هذا الموضوع، ولماذا اخترت
أن أشتغل على الرحلة العربية المعاصرة. أولاً ألهمتني الإصدارات التي كانت عن ارتياد الآفاق، وكنا نطلع عليها عن قرب عن طريق الأستاذ شعيب حنيفي. ثانياً أنني أنتمي إلى الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة، وأنا عضو مؤسس فيها لمدينة الدار البيضاء، وهي لها إشعاع الآن وطني، ولكن إن شاء الله ستنفتح على العالم العربي وأيضا العالم الغربي. اخترت التخييل وبالضبط في الرحلة العربية المعاصرة أن هناك إشكالية جديدة بدأت تظهر مؤخرا، أن مجموعة من الروائيين بدأوا يصرحون وبشكل واعي نقدي بأنهم يكتبون نصوصا رحلية تطفح تخييلا، بمعنى أنها تنحو بنفسها عن الإحالة والمرجعي الواقعي وتهتم بما هو تخيلي متخيل خيالي. أنا أسافر ليس بالضرورة قد أصف لك ما رأيت، قد أكتب أشياء في خلل حافزها المكان فقط لا غير. هنا كان ضروري أن أبحث في النصوص وتأكد فعلا بأن هذا الأمر متحقق فعليا على أرض الواقع، وفعلا وجدت تراكما نصيا. وعندما نقول أن هناك تراكم نصي، بمعنى هذا يعني أن هناك ظاهرة إبداعية جديدة وأن هناك أسباب موضوعية. فوجدت بأنه فعلا هؤلاء يصرحون في مقدمات نصوصهم الرحلية بأنهم يكتبون نصوصا منفتحة، نصوصا جديدة، نصوصا بنفس تخيلي، نصوص تحكي أشياء ليست بالضرورة ما رأته العين. إذن هذه إشكالية هذه الأطروحة. فهنا بدأت في البحث عن النصوص المعاصرة التي أصحابها يصرحون بشكل واضح ولهم تراكم روائي. لماذا؟ لأن الأصل هو يأتي من عالم روائي تخيلي 100% خالص، فكيف سيكتب لنا رواية ليست إحالية مرجعية؟ هنا بالضرورة توقفت عند نصوص مؤسسة وحققت تراكم. مثلا اشتغلت على 4 كتاب أو 4 كتاب. خليل النعيمي اخترت له قراءة العالم، رحلات إلى كوبا، ريو دي جانيرو، مالي، لشبونة والهند الوسطى، وهو صادر عن ارتياد أفا. أيضا اشتغلت على الهندوس يصعدون إلى السماء، رحلة إلى جبال الهيمالايا، وارد بطر الثاني، هذا عراقي له تراكم أيضا روائي. اشتغلت على كتاب الأيام أصفار لا تخشى خيال لروائي أيضا، انتقل إلى كتابة رحلة وهو الأستاذ شعيب حليفي. نعم. اخترت الرحلة الحجية ضمن هذا الإطار، واشتغلت على رحلة لي أحمد المديني وهي بعنوان رحلة إلى بلاد الله. وعندما نتحدث عن هذا التصور، وهي معاصرة. نعم، عندما نتحدث عن هذا التصور الخاص بالمشروع القادم إن شاء الله وهو الرحلة الحجية، يمكن أن أقول لكم في إطار هذا المقام أن المشروع الذي أشتغل عليه الآن يرتبط بالرحلة الحجية العربية المعاصرة. حلو. وبدأت بعبد الله حمودي المغربي. حلو. وأنا أضع تصورات على أساس أن أكتب عن 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 يعني حجاج منطلقهم مختلف. مثلا هو أنتروبولوجي، هناك مهندس كهربائي قام بالحج، هناك طبيب قام بالحج وكتب رحلته. هذه الإشكالية هي التي سأشتغل عليها مستقبلا، وهي أصلا أو إلهام اشتغال هذه المواضيع كلها مرتبط بما تم تداوله في إطار ما صدر عن ارتياد الآفاق. حتى لا أطيل، ما هي التحولات أو الإشكالية التي بحثت عنها؟ ما الإبدالات التخيلية التي تحققت؟ إذا كانت روح العصر اختلفت، فكن على يقين بأن ما يكتب سيكون مختلفا. كنا نتنقل بالدواب وبوسائل النقل البدائية، الآن نتنقل بالطائرة، فأين هو هذا الحيز الزمني نصيا في الرحلة؟ سيغيب. إذا بماذا سنعوضه؟ سنعوضه بالتخيل. هنا الإبدالات بدأت تظهر. ما الجزء في الرحلة الذي أصبح أكثر اهتماما؟ هل هو التنقل أم الإقامة؟ وجدنا بأن الإقامة أصبحت أهم بالنسبة للكاتب. لماذا؟ لأنه يبحث عن محفزات ليبدع، ليكتب، ليحكي. إذن هذه فقط بعض الإشارات البسيطة، ولكن يمكن أن أشير بكل تواضع في العالم العربي الأطروحة الوحيدة التي عالجت الأطروحة الوحيدة، ويمكن أن يتأكد لجنة التحكيم من ذلك. ولكن هناك بعض المقالات القليلة صدرت عن ارتياد آفاق، وكتاب صدر عن مختبر السرديات، وكتاب جماعي في هذه الإشكالية بالضبط، ولكن كأطروحة هي الأولى التي تعالج ما سميته برواية الرحلة أو الرحلة الروائية، لأن لم نتخلى عن الرحلة، لأن بنيتها السفر وهي حاضرة، ولكن الروائي حاضر أيضا. إذن وشكرا لكم. شكرا. يعني أدب الرحلة في الحقيقة ليس مرتبط فقط بابن بطوطة
وجاءوا رحلته في جبير بعض الرحلات، لا هو ايضا مرتبط باشخاص اخرين. يعني الرحله كانت شكلت الماده الاساسيه لتجاربهم المعرفيه. ابن خلدون لولا السفرات او الرحلات التي قام بها لما كتب المقدمه وهو وصل الى سن الأربعين واعتزل بعد تلك الاسفار والرحلات التي كتب المقدمه وتجربته من خلال الرحلات. ابن عربي رحلاته في الاندلس وفي مراكش وحضور جنازه ابن روس انتقاله الى تونس عندما راى رجلا يمشي على الماء ثم انتقل ثم بعد ذلك كتب لم يكتب الا عندما يعني عاش تلك التجربه الروحيه الكبرى. المسعودي يقول في الجزء الثاني من مروج الذهب ليس للجحد الحق في الحديث عن البلدان لانه ابن هو تعلم في الورقين كان مقيما ولم يكن مرتحلا. الحق في ان يكتب عن البلدان وعن الانهار والبحار هو الذي سافر. نعم. فاذا مروج الذهب هو كتاب عظيم من احد الكتب ليس في الادب العربي وانما في ادب العالم برمتها. كتابي انا انسان يعني ذاتي اكتب الذات. ومدينه اسطنبول مدينه ملهمه الهمت كتاب كبار بتاريخها وبموقعها، وانتم تعرفون ان هذه المدينه تختزل جزء كبير من تاريخ العالم. عندما كان المتوسط وهذه المنطقه كلها هي تاريخ العالم في الاديان في الثقافات في الحضارات الى غير ذلك. انا ذهبت الى هذه المدينه كم مرات كثيره ولكن في كل مره امني النفس بان اكتب عنها. فعندما ذهبت ربيع الماضي في زياره الى اسطنبول قررت ان اكتب، ولكن اكتب بذاتي، يعني استحضر طبعا المدينه، الشعراء، الفلاسفه، الامبراطوريات، التاريخ الى غير ذلك، ولكن انا كتابتي ذاتيه لاني لست مؤرخا، انا انسان روائي واحب كتابه الشعراء والكتاب عندما يذهبون الى مدن وينظرون اليه من خلال ذواتهم. يعني فلوبير مثلا قرات نصوصه عن اسطنبول، وانتم مثلا بيير لوتي جعل من هذه المدينه مدينته الروحيه، وكان اخر اوروبي يدافع عن الامبراطوريه العثمانيه وكان يسخرون منه وهو يقول ان انهيار الامبراطوريه العثمانيه سيكون كارثه على العالم الوحيد لحبه لهذه المدينه. شكرا. امس سجلنا كلمات كل واحد لحاله بالكاميرا في هذه الكاميرا، فأقول أنك لم تترك شيئا. هذا أروع صديق حيصير لك مناسبة، وأنك أحفظ مني بالتفاصيل قصتي، فلا أتكلم عن الرواية أو مغامرات ابن بطوطة الجديدة، لكن أتكلم بكل اختصار عن أسباب تأليف الكتاب. فألفته أساساً لأسلي نفسي، كان في فترة من الفترات 20 سنة بصنعاء، بداية انهيار اليمن، أخوات واليمن أمه وأخته الثاني أو قد وطني الأول. شوف شو حلو كلامه. ساكن معظم عمري في اليمن، أكثر من ثلث قرن في اليمن، 30 سنة. فبدأت أكتب الكتاب هذا في عام 2011-2012، بداية انهيار الأمور، لأسلي نفسي، وأيضا لأسلي نفسي بسبب آخر، لأنني كنت برحلات اقتفاء آثار ابن بطوطة عبر ثلاث قارات، فأصبح لي على ما لمح لكم الأستاذ نوري كأنه شيخي وكأنني مريده. فطبعا لحظة الوداع هذا أصعب شيء بالنسبة إلى الرحال. ف أقول أني ودعت ابن بطوطة في مدينة غرناطة الجميلة المعروفة لديكم كلكم، ولكن ودعته في موقف سيارة. لماذا؟
لأن الاجتماع الأول بين ابن بطوطة ومحمد بن جزيل الكلبي الذي ساعده في تصنيف رحلته كان في حديقة في ضاحية من ضواحي هرناطة اسمها نبلة. فبحثت عن نبلة وبحثت عن الموقع المضبوط للحديقة، واتضح لي أن الحديقة كانت تحت موقف سيارة نادي كرة القدم. نادي هرناطة شيء مؤسف. فقلت في نفسي كيف أودع ليه ما كانت تحت مخفر شرطة؟ وبالأصح حبيبي ابن بطوطة هذا بعد كم سنوات في موقف سهرات تلاشت الحديقة وتبدلت بحديقة زفلت. أسفلت حديقة أسفلتية. فأصررت على كتابة ذيل لرحلة ابن بطوطة، فهذا عبارة عن ذيل لرحلاته. فعلى ما تعرف يا أستاذ عماد، أنا من الشخصيات المذكورة في رحلة ابن بطوطة العجيبة، ذكر أن شخص في مالي، في إمبراطورية مالي، من ضباط الإمبراطور أهدى لابن بطوطة غلاماً صغيراً خماسياً. خماسياً أعتقد بمعنى أن طوله 5 أشبار. فقال في رحلته، وما زال الولد، هذا الولد معي إلى يومنا هذا، فتخيل لي أن الولد هذا كبر وأصبح بديل لأبناء ابن بطوطة المفقودين، أبنائه وبناته، لأنه كان طبعاً كان مزواجاً وتزوج في كل بلاد، فترك كم أبناء عبر العالم. فأصبح الولد الصغير هذا الذي سميته سنان بمثابة ابنه. فأما تفاصيل القصة أنت أحفظ مني أستاذ عماد. أشكر طبعاً أشكر الأستاذ محمد السويدي، الأستاذ نوري لتبنيهم لهذا القصة، وأشكر أيضاً الأستاذ عماد على ترجمته الجميلة السلسة. فلم أتوقع أن أي واحد يفهم مقصدي، وكأنه يكتب بنفس القلم ولا يختلف في لون المداد. جميل، إذا صح التعبير. المداد هو عربي. فمن التحديات ففي هناك بعض التحديات الصعبة والقاسية. طلبت من عماد ترجمة قصيدة أو بالأصح رجز، فالقصة تتركز على الرجز، يضم بعض الأسرار الأبجدية، وطلبت منه ترجمة هذا الرجز أو هذا الشعر على النمط المعاصر القرن 8 الهجري، وأيضا طلبت منه كسر الوزن في بيت من أبياته، فهذا جزء من فنظمه وكسره. شكرا جزيلا. الآن دور السطور الأولى فيها بتشوف مدى حب تم لشخصية ابن بطوطة، وكيف قدم لنا ابن بطوطة آخر غير الذي نعرفه في الرحلات، أضاف إليه بعض اللمسات الساخرة الكوميدية، تحدث عن إحساسه بالوحدة، عن لمحات إنسانية أخرى لابن بطوطة يجدر بنا جميعا أن نقرأ عنها لنحب هذا الشخص أكثر. أشكر طبعا ارتياد الآفاق والأستاذ نوري والأستاذ محمد على منح هذه الجائزة وعلى منح هذه الفرصة لترجمة هذا العمل الجميل.
الذي أحببته من أول سطر قرأته. الأستاذ تيم الحقيقة باللغة الإنجليزية كلماته رشيقة وجمله قصيرة ويكتب بالإنجليزية بقلب عربي، فهو حتى إحساس السخرية أو الإحساس الكوميدي الذي الذي تقوم به إحدى الشخصيات في العمل هو إحساس عربي، هي كوميديا عربية. وقد هناك وصف لابن بطوطة نفسه على لسان ابن الدين لسان الدين ابن الخطيب وضعه الأستاذ تيم، عندما عرف لسان الدين ابن الخطيب أبو عبد الله ابن بطوطة على ابن زمرك الشاعر الكبير المعروف، فقال عنه شيء يدلنا على مدى محبة تيم لابن بطوطة. قال: هذا رجل رأى كل ما خلق الله، في تقديمه لابن بطوطة قال: هذا رجل رأى كل ما خلق الله. وابن بطوطة نفسه هناك ملمح آخر كوميدي في شخصيته، كان كلما يجلس إلى أحد وخصوصا النساء الجميلات يقول: أنا قاضي قضاة المالكية في دلهي، وأنا صهر سلطان قرمنديل، وأنا مندوب السلطان في الهند والسند. في كل مرة يجلس فيها مع أي أحد يغري البنات. وأشار الأستاذ تيم في الرواية أيضا إلى شعور ابن بطوطة بالحنين والفقد ومدى حبه لهذا الخادم الذي رباه الذي أصبح بمثابة ابنه. وابن بطوطة دائما يتذكر، هو أشبه بشيخ كبير كلما كلمته يحدثك عما حصل سابقا، عما رآه في الصين، عما رآه في الهند، عما رآه في كل. وهيك نمى ذاكرته. مشان تشرفت بهذه الجائزة وتشرفت بهذا العمل، وقد أعادني للشعر أيضا، أعادني لكتابة الشعر العمودي. يهددنا. فكتبت اللغز الأساسي الذي تقوم عليه الرواية، ترجمته من الإنجليزية على بحر الرجز، واللغز يقوم على أن هناك كسرا في الوزن يلتقطه لسان الدين الخطيب فيحل المشكلة، فاضطررنا لكسر الوزن. وكل الشكر لكم، والشكر للأستاذ تيم والأستاذ نور. يعطيك صحة. في هاي العام عندنا الرحلات المترجمة هي عدد 3 رحلات الحقيقة. طبعا هناك في الرحلة المعاصرة هناك كما أسلفت أحد الكتاب الفائزين غائب وهو من ليبيا، وهذه رحلته تخوم جرامشي. فهذه رحلة حول العالم على دراجة وشخصية بتحاول أن تتريض فكريا وثقافيا وإلى آخره، هو هذا الشخص. فموجود الرحلة على كل حال بالمعرض. أما الأعمال الفائزة بالرحلة جائزة رحلة المترجمة فهي 3 كما قلت: بحثا عن الطوارق الملثمين، وللأسف لم يحضر الفائز لأنه لأسباب صحية وكذا، وهو أيضا المترجم من ليبيا، والرحلة لويليام جوزيف هاردينغ كينغ، معروفة الرحلة على كل حال، هي بحثاً عن طوارق. أما الرحلة اللي صاحبها موجود بس هي مش موجودة، هي موجودة بالمقلوب يعني، لأنها تأخرت بسبب إن رحلة طبعاً هي مميزة جداً ورائعة وفريدة من نوعها، لأنه كاتبها إيطالي وأديب كبير بإيطاليا، وكتبها في الترحال إلى المغرب، والمغرب الإيطاليين نادراً ما كتبوا عن المغرب، الفرنسيين والإنجليزين اللي كتبوا غالباً يعني، وحتى الألمان راحوا وصلوا للجزائر وهيك، ولكن الإيطاليين قلة قليلة. والرحلة حأترك الأستاذ يحدثنا عنها. كنت أدرس في رأس الخيمة، وفي ذلك الوقت كان أحمد خليفة السويدي بدون قاس، هكذا نقول سابقا، كان من أسامي البصر بالنسبة للشباب في ذلك الوقت. وكان الحديث عن المجمع الثقافي والحديث عن
الثقافة في ذلك الوقت شيء حقيقة مبهر وتاب. ودارت الأيام وقد خنقت كما يقولون خنقت السبعين، أعود إلى هنا وأجد محمد خليفة السويدي. الحمد لله الذي مد في عمري حتى الله أدخل هذا البيت. جميل. أما الرحلة فهي كما ذكرت قبل في الحفل، الحقيقة أنني متطفل على الترجمة، لأن عملي الأساسي وأعمالي كلها المتنبي وابن جني في شروح المتنبي كاملة، شرح الفسر لابن جني وشرح الواحدي وأخرجت الديوان الذي هو ديوان المتنبي، أسميته الديوان مثل ما سمى سيبويه كتابة الكتاب، وأخرجته على 16 مخطوطة، منها مخطوطات كانت قرأها المتنبي وعلق عليها كتب صح، ومنها تعليقات ابن جني بخط يده. ولكن هذا الترجمة بالنسبة لي جاءتني من طريقين. الطريقة الأول أنني أمضيت نصف عمري مسافرا في أصقاع كثيرة، ثم تزوجت مغربية فأحببت المغرب، وبحثت عن ترجمات فوجدت المغاربة قد قضوا على الفرنسي استدركت فذهبت إلى الإنجليزي لأن المشارقة قد قضوا على الإنجليزي فقفزت إلى الماضي لكي أدري شيئا من الإنجليزي. هذا الأمر. الأمر الثاني هو أن أهل البادية يقولون عندما ينقلون إبلهم في وقت من الأوقات إلى مجاري الوديان يقولون نوزع البضاعة تحمض، تحمض يعني تأكل الحمض، هذا يسهلها وينظف الطولة. فنحن عندما يشتغل إنسان بشيء ليس عمله يقولون نحمض، فأنا أحمض بالترجمة. ولذلك أظن أنني متطفل على المغاربة وعلى الترجمة. أما هذه لا خليه كويس، فهي رحلة حقيقة لصحفي من أشهر كتاب أدب الطفل، وهو كان عسكريا وجاء في وقت توحد إيطاليا تحت مسمى إيطاليا، وجاءوا لكي يفتحوا بابا لكي يدخلوا رؤوسهم، لأن البرتغال وفرنسا وإسبانيا وألمانيا كلهم على الأبواب في المغرب، فأرادت إيطاليا أن تدخل بقوة، فجاءت السفير ومعه رؤساء أركان ورئيس البحرية، وجاءوا بأهم شيء في الموضوع بهذا الصحفي ومعه أشهر رسامين في ذلك الوقت من الرسامين الصحافي، أحدهما هو الذي رسم الخديوي إسماعيل ورسم الكعبة، فجاءوا مع هذا الصحفي وكتبوا هذا الأمر، وكان هناك 352 صورة كلها صور عالية الجودة. 150 خلصنا هنا. أنا أظن أن جودته في أنه يفتح آفاق كبيرة جدا الصور بقلب الكتاب للدراسات، يعني ممكن أن تقام عليه دراسات كثيرة جدا. آسف إن كنت أطلت عليكم. شكرا. أحسنت. أستاذة أحمدية إبراهيم النعسان، تفضلي. يلا.
لحظة. أستاذة عذبة المسلماني. دكتور محمد رضا بوتشار الدكاترة. الدكاترة الدكتوران. شكرا جزيلا. دكتور نور الدين بالكدري. نعم.